من هي فنانة السودان الأولى اليوم؟ هل هناك في على الساحة نقدر نقول هدى عربي، نقدر نقول أسماء أخرى، في تنافس على الساحة، ولا في اللقب رايح لفنانة واحدة؟ والله شوفي، في تنوع، وفي ملبول فن ده أذواق، ما في يعني حكم مطلق كده من الفنانين. كل واحدة لها لونها، كل واحدة لها لونها، وكل واحدة لها جمهور ولا، فما أقدر أحدد إنه الفنانة المعينة دي نمبر 1 أو الأولى. بس أنت فين تشوفي نفسك؟ إذا قلنا في سلم، فين تشوفي نفسك اليوم في هذا السلم؟ والله شوفي، مهما الزول يعني يتقدم بحيث بطريق الفن، طريق شوية كده وعر وصعب، فأنا كل ما أمشي لقدام بحيث بروحي إني لسه لازلت أتلمس طريقي. يا سلام. وكل ما الزول يحقق نجاح بيطمع في نجاح أكثر.